هو هيقول لك بس مش هيقول لك دلوقتي. انا اسمي دينا نبيل، 21 سنه، انا في ثالثه جامعه. انا وصاحبتي كنا بنفكر ازاي نقدر نساعد نفسنا ونحن فلوس واحنا لسه في الجامعه، فكرنا في البروجكت الصغير ده، فاحنا عملناه هنا تحت البيت بتاعنا علشان نبقى واقفين تحت بيتنا. واهلنا الصراحه ساعدونا جدا، مامتي ومامتها بيساعدونا في تحضير حاجه، ونعمل هما اللي بيعملوا معانا كل حاجه. احنا بنعمل سويت كورن، هو المفروض ان السويت كورن بيتعمل بالباتر، احنا هنا بنعمله بالكراميل وبالتوت وبالتشوكلت. وفي برضو عملنا حاجه زي ان انت تقدر تشوي مارشميلو وانت واقف وتحط عليه اي صوص انت عايزه، في تشوكلت في كراميل في توت. وعملنا الشيش، عملنا زي الشيش كده، عملناه بس فروت وبرضو بنحط عليه الصوص. وفي البيج بوتيتوز، دي حاجه هي بتتعمل بره، احنا دلوقتي بنعملها هنا في الستريت، فهي في بالتشيز وفي بالميت. هاي انا اسمي مرام، عندي 20 سنه. احنا عملنا المشروع ده عشان حاسين ان احنا عايزين ندخل لينا نساعد نفسنا يعني، فده كان اصغر حاجه ممكن نفكر فيها، وكان اهلنا يعني مساعديننا، بابا وماما مساعديننا ان احنا نعمل الموضوع ده، انا وصاحبتي دينا. بس يعني فكرنا ان هي تكون المنيو بتاعها سامبل شويه عشان تبقى كويسه، لان هي بارت في الشارع، فكانت حاجة سيمبل ان هو ناخدها على طول ونمشي. اكيد كان في مشاكل كتيرة جدا من السكان او ان احنا نعمل تراخيص ليها، بس في ناس كتير ساعدتنا يعني في الحي او كده، وعملنا تراخيص ان احنا خدنا كهربا من الشارع، وكان الحي مساعدنا على ده جدا. لا لا